من لا يحج هو يستطيع أن يحج، يعني معه أموال ولا يحج، من استطاع أن يحج ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر لو جاء بمتوفى وكان يستطيع أن يحج ولم يحج لا أصلي عليه. عمر بن الخطاب قال لا ما أصليش عليه. يعني ربما حالت دون ذلك أحوال. لا ما الذي يحول انشغال أعمال مرض مثلا. سبحان الله. يقول طرقت الباب لم يفتح. لا 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 عنده مال وطرق الباب. لا 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 يقدم في القرعة لا 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 معلش معلش لما يقدم يبقى خلاص قدم. لما يستطيع أن يتقدم ويغلق أمام الباب يتقدم، لكن هو لم يفكر قط ولا لا أنا أحج في الشتاء، أنا ما أحج لما أحال على المعاش عشان أكون فاضي شوية. أنت تحج إن شاء الله في في, في حتة تانية. أو لما يكبر به السن ما ينفعش. ولذلك أنا أنصح أي إنسان قادر شابا على الحج كان أم كبيرا قادر على الحج أول ما يستطيع ليذهب وهو صغير أفضل. إذا كبر الإنسان في السن المسألة صعبة. والله الحج أليان الآن غالي جدا يا فضيلة الشيخ. من استطاع من استطاع من استطاع والنية نأخذها إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. من استطاع من استطاع هكذا. لكن المصيبة يقول لك إيه، أنا أبوي عايز أحج عنه. أبوك هو على قيد الحياة كان يستطيع الحج؟ يقول لا، ده كان فقير كبير السن مريض. أو لو سقط عن أبيك الحج ولا تحج عنه. جميل. هذا فهم الفقه رسول الله. جميل. هذا فقه أنا أفهم الفقه هكذا. مرة ثانية هذه يعني النص إيه؟ من استطاع أن يحج يعني نعم. من استطاع إليه سبيل. خلاص يبقى استطاع. طيب يجي يقول لك أنا أحج عن أبي. طبعا حج عن أبيك طالما أنت حجيت، روح حج عن أبيك الذي مات. طيب بس السؤال، أبوك على قيد الحياة كان يستطيع ولا لا يستطيع؟ يقول لا والله يا سيدنا الشيخ ما كان يستطيع، يعني كان فقير الحال أنا فقير الحال، كان كبير السن نعم، كان مريض كان مريض، سقط عن أبيك الحج فلا تحج عنه. وإذا كان الأب على قيد الحياة ولا يستطيع أن يذهب، نعم أنا يعني كابن يعني من باب البر أذهب لا أحج عنه. وأم يخرجه؟ يعني ما أنت ومالك لأبيك، يعني ما احنا ندخل هذا حديث صحيح. نعم. المشكله ندخل في دوامه ايه، الاب ولا الام؟ المشكله نعم. بعض الفقهاء بعض العلماء المحدثين يقول لك لا ودي الام، لان الاب ممكن يرتزق يوما ما يقدر يروح يبيع حته ارض يعمل شيء، لكن الام التي لا تملك شيء ربت بيت ايه اللي عندها لا. انا عن نفسي انا نعم اقول لك لا حج عليها. انت الشيخ عمر عبد الكريم. ايوه لا انا اكلم من عندي. نعم. ما الدليل؟ لا يعني هي لم تستطع. صحيح لم تستطع وليس فرضا، زي بعض الزوجات يروح ياخد امه ويروح حته. تعمل ايه في البيت؟ تقول له ليه؟ شو انت تفضل امك علي صح؟ صح. احنا رايح الدنيا وليه؟ لا فرض علي ان انا احجج امي ولا فرض علي ازاي احجج زوجتي؟ لا ده انا عملت تفضلا. لان يحجج الاب والام ليس فرضا. ولا الزوج. ولا الزوجه. لا طبعا. تفضل. تفضل. طب يعني راي فضيلتكم الذي يروح المجتمع في هذه النقطه. يعني حتى على الأقل نخفف من عذاب القبر. إذا كنت مثلا أستطيع أن أحج وأبي وأمي مثلا وعندي الإمكانية، وعندي الإمكانية جزاك الله خير يعني فعلها نخرجهما يعني. طبعا بارك الله فيكم. أم نحج عنهما وهذا يكفي؟ لا نفس القضية واحد بس. قضية واحد. يجوز أن أحج عنهما طبعا. أما إذا مات لا يجوز أحج عن نفسي أولا طبعا لابد. كما قال أحج عن شبرمة فنفس القضية، وهو على قدر الحياة ما ينفع أحج عنه إلا لما أحج أنا برضه أيضا. أطلع الله لازم احج انا الاول عن نفسي بعدين احج عنهم. اذا كان معي مبلغ واحد وانا افاضل بيني وبين ابي برا به، اخرج ابي ام اخرج انا برا بالوالد؟ خلاص ما دام انت جبت البر خرج ابوك. هذه النية فعلا يعني. ربنا يبارك فيك. خلاص خير وبركة. تؤجر بالنية وربنا هيعوضك ما لن تحج به انت. سبحان الله ان شاء الله. نعم يا رب. الذي يؤخر